السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على محاضرة الأكسجين ثيرابي، الفرقة الأولى التقني الترم الأول. أول حاجة هنتكلم عليها هو الديفينيشن أوف الأكسجين ثيرابي. يعني إيه كلمة أكسجين ثيرابي؟ إتس ذا أدمنستريشن أوف أكسجين، يعني هو إن إحنا بندخل المريض ده أكسجين أز ثيرابيوتيك موديليتي، كطريقة علاجية. طب مين اللي بيعمل بريسكريبشن للأكسجين ثيرابي؟ الفيزيشن. يبقى إتس بريسكرايبد باي ذا فيزيشن هو سبيسيفايز ذا كونسنتريشن ميثودز اوف ديليفري اند ليتر فلو بير مينيت. الدكتور هو اللي بيحدد ايه الطريقه اللي انا هستخدمها او الوسيله اللي انا هستخدمها في ان انا اقدم للبيشنت الاكسجين ده. هو كمان اللي بيحدد تركيز الاكسجين اللي هيدخل للمريض، هو كمان اللي بيحدد قد ايه او كام لتر هيدخل للمريض بير مينيت. حاجه هنتكلم عليها هي ايه هي البنفيتس اوف اكسجين ثيرابي، يعني ايه هي فوائد الاكسجين ثيرابي. اول حاجه الاكسجين بيعمل ريتارد ذا ايجنج اوف هيومن سيل. يعني ايه؟ يعني الاكسجين بيأخر من ان الخلايا او من الخلايا البشريه يحصل لها ايجنج، يعني تتقدم في العمر. يبقى الاكسجين بيعمل ريتارد للايجنج اوف هيومن سيل، يعني بيأخر تقدم العمر بتاع الخلايا. تاني حاجه الاكسجين هيلب ريليف ذا هيدك. الاكسجين كمان لو اي حد عنده صداع ممكن يكون بسبب نسبه او ان نسبه الاكسجين اللي واصله للهيد تكون قليله، عشان كده هو لما الانسان يوصل له نسبه اكسجين كويسه ده بيقلل او بيعمل ريليف للهيدك. تالت حاجه اكسجين الليفيتس تايردنس. يعني ايه؟ يعني الاكسجين كمان بيقلل من المجهود او من التعب اللي الانسان بيحس بيه. اوقات لما بنيجي نعمل مجهود كتير ومفيش نسبه اكسجين حوالينا بنحس ان احنا تعبانين وبنعمل المجهود ده بصعوبه، ده بيبقى بسبب ان احنا مش وصل لنا نسبه اكسجين كافيه. لما يكون في اكسجين بيحصل العكس والتايردنس او التعب اللي احنا بنحس بيه ده بيقل. تالت حاجه الاكسجين بوستس ذا اميون سيستم، هو بيعزز الجهاز المناعي. يعني ايه بيعززه؟ يعني هو بيساعد الجهاز المناعي ان هو يقوم بوظايفه بطريقه احسن. بعد كده الاكسجين سبورت بريسنج اوف اير ان كيسز اوف ازمه اند الرجز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو كمان بيدعم التنفس، يعني بيخلي الواحد يقدر ياخد نفسه بطريقه احسن. اوف اير ان كيسز اوف ازمه، يعني في حالات الازمه والحالات اللي عندها الرجي، يعني الناس اللي بيجي لها ازمه والناس اللي عندها حساسيه دايما لما بيتوصلوا على الاكسجين ده بيخلي البريسنج بتاعهم بيكون اسهل او بيتنفسوا في الهواء بطريقه اسهل. يعني هم قاعدين في مكان مغلق بنلاقي ان الناس اللي بيجي لها ازمه او عندها حساسيه الاماكن المغلقه بالنسبه لها صعبه قوي وبياخدوا نفسهم بصعوبه، لكن لما بيكونوا موجودين في اير او في مكان فيه انف اكسجين ده يخليهم ياخدوا نفسهم بطريقه اسهل. طيب بعد كده الاكسجين هيلب ان كيسز اوف ديبريشن. يعني ايه؟ يعني بيساعد في حالات الناس اللي عندها اكتئاب. لما الناس اللي عندها اكتئاب دي برضو بتقعد في اماكن منغلقه او ما فيهاش اكسجين كفايه الاكتئاب عندهم بيزيد، لكن لو خرجناهم مثلا وخليناهم يتعرضوا للاير والاكسجين ده بيساعدهم في حالات الدبريشن. بعد كده الاكسجين امبروف فيزيكال بيرفورمانس باي اب تو 25%. يعني ايه؟ يعني هو بيحسن من الاداء البدني. يعني الانسان لما بيجي يقوم بمجهود او بيعمل اي حاجه زي الاكسرسايز زي اي حاجه من الحاجات دي لما بيكون وجود الاكسجين حواليه انف ده بيساعده في ان هو او بيحسن من الاداء البدني بتاعه بنسبه 25%. بعد كده هنتكلم على الانديكيشن اوف اكسجين ثيرابي. الانديكيشن اوف اكسجين ثيرابي يعني ليه او ايه الحالات اللي تستدعي ان احنا نستخدم لها الاكسجين. اول حاجه في حاجه اسمها الاكيوت ريسبيراتوري فيلير، يعني فشل في التنفس. طب ايه هي الحالات اللي بيحصل فيها فشل في التنفس؟ هنقسمهم لحاجتين. حكايه بيحصل جوه الجسم ريتينشن للكربون ديوكسيد، يعني احتباس لثاني اكسيد الكربون، وحاجات بيبقى مش معاها كربون ديوكسيد ريتينشن يعني مش بيحصل فيها احتباس لثاني اكسيد الكربون. طب الحاجات اللي بيحصل فيها احتباس لثاني اكسيد الكربون زي ايه؟ زي حالات الكرونيك برونكايتس وحالات الشست انجريز. يعني ايه؟ يعني الناس اللي بيبقى عندهم التهاب شعب هوائيه مزمن، والناس كمان اللي بيحصل لهم انجري في الشست بسبب اكسيدنت او ايا كان السبب ايه اللي بيخلي يحصل انجري في الشست، دي حالات بنسميها كربون ديوكسيد ريتينشن، ودي حالات بتستدعي ان احنا نستخدم لها اكسجين ثيرابي. بعد كده في حالات ويز اوت كربون ديوكسيد ريتينشن، يعني مش بيبقى فيها احتباس لثاني اكسيد الكربون جوه الجسم، دي زي حالات الازمه، الناس اللي بيجي لهم ازمه وصعوبه في التنفس فجاه، والناس كمان اللي عندهم انفكتيف كونديشن. يعني ايه؟ يعني الناس اللي بيجي لها عدوى الجهاز التنفسي زي حالات الالتهاب الرئوي اللي هي النيمونيا، البلمونري ايديما، الناس اللي بيبقى عندهم طبعا سوائل او اير جوه اللنج، والناس كمان اللي عندهم بلمونري امبوليز اللي هو الاير جوه اللنج، يعني الناس بتجمع لها هواء جوه اللنج او الناس اللي بيبقى عندها سوائل زياده جوه الايه اللونج او جوه الرئه. يعني
تاني حاجة عندنا الأكيوت مايوكارديال انفراكشن. طبعا الناس اللي بيكون عندهم احتقان القلب دول كمان ناس بيبقى عندهم صعوبة في التنفس، لأن القلب ده هو اللي بيحصل فيه عملية تحول الدم، وان هو يروح للرئة وبعد كده الرئة تحوله من دم مش مؤكسد لمؤكسد. فالناس كمان اللي بيبقى عندهم أكيوت مايوكارديال انفراكشن بيحتاجوا أكسجين ثيرابي. تاني بعد كده عندنا ايه تاني؟ كاردياك فيلير، برضو الناس اللي عندهم حالة الفشل القلبي دول كمان بيحتاجوا أكسجين ثيرابي. الناس اللي بيجيلهم شوك، حالات الصدمة خصوصا الهيموريجيك والبكتيريميا، خصوصا الناس اللي بيجيلهم بليدنج نزيف، والناس اللي بيحصل لهم انفكشن اللي هي نوع من انواع العدوى او البكتيريا. طيب بعد كده ايه تاني؟ فور هايبر ميتابوليك ستيت انديوز، الناس او الحالات اللي بتتاثر قوي في القيمه الغذائيه، او الحالات اللي عندها الهايبر ميتابوليك ستيت عاليه. زي ايه؟ زي الناس اللي بيحصل لهم انفكشن بطريقه كبيره، او الناس اللي في التروما اللي هم بيبقى حصل لهم او حصل لهم اكسيدنت، او الناس اللي بيحصل لهم بيرن، ودي حالات بيحصل فيها فقدان او لص للسوائل الفلويد اللي بتبقى موجوده الجسم عاليه جدا. بعد كده حالات الانيميا طبعا، لان مفيش اناف بلاد، فبالتالي هيبقوا محتاجين اكسجين عشان يقدروا ايه يتنفسوا. كمان عندنا حاجه اسمها ديورنج كارديو ريسبيراتوري ريسستيشن، الحالات اللي بيحصل لها الريست، الناس اللي بيحصل لها توقف في القلب والايه والتنفس، دي كمان بتبقى محتاجه اكسجين. في ديورنج الانستيزيا، ليه؟ لان الانستيزيا دي تعمل ريلاكس للمصل، وبنبقى البيشنت او المصلز بتاعه الريسبيراتوري سيستم مش قادر ياخد نفسه كويس، فبيبقى محتاج اكسجين. ودي كانت الانديكيشن او الحاجات اللي احنا بنستخدم فيها علاج بالاكسجين او اكسجين ثيرابي. دلوقتي هنتكلم على حاجه اسمها كومبليكيشن اوف اكسجين ثيرابي، او هي المضاعفات اللي ممكن تحصل من العلاج بالاكسجين. اول حاجه ممكن يحصل حاجه اسمها ريسبيراتوري ديبريشن ان بيشنت ويز سيديشن اور ويز سي او بي دي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ممكن يحصل توقف في الجهاز التنفسي او يحصل ضعف فيه بسبب ان المريض دوت منيمين ومدينه انالجيسيا. احنا قلنا ان في الانالجيسيك او في الانستيزيا المسلز بيحصل لها ريلاكسيشن، ولو احنا ما مثلا ما تيبناش المريض او ادينا له اكسجين ثيرابي ممكن يحصل له، او ادينا له اكسجين ثيرابي مثلا وذ هاي كونسنتريشن بتركيز عالي، ممكن ده يخليه يحصل له ريسبيراتوري ديبريشن، خصوصا في الناس، او ممكن يحصل له سي او بي دي اللي هو الناس اللي عندهم كرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز. طيب تاني حاجه ممكن تحصل اتليكتيزس وذ هاي اكسجين كونسنتريشن، يعني الناس اللي بتاخد اكسجين بتركيز عالي، او ادينا المريض اكسجين بتركيز اعلى من اللي هو محتاجه او من اللنج محتاجاه، ده ممكن يعمل له حاجه اسمها اتليكتيزس، يعني الرئه بيحصل لها انكماش، يعني بتنكمش او بيحصل لها مثلا كونتراكشن وبيحصل لهاش ريلاكسيشن بعد كده. تالت حاجه ممكن تحصل سبستيتيوشنال بين اجريفيتد باي ديب بريزنج، كل ما المريض يجي ياخد نفسه يحس ببين كل مع كل نفس، فدي حاجه من الكومبليكيشن بتاعت الاكسجين ثيرابي. طبعا عشان الكومبليكيشن دي ما تحصلش المفروض نديه بالميثود الصح، نديه بالكونسنتريشن الصح، بالفلوريتر بالمينيت بالصح، ودي الحاجات اللي الفيزيشن بايه بيحددها. طب احنا بدورنا ممكن نعمل ايه او نخلي الكومبليكيشن دي ما تحصلش ازاي؟ بان احنا طبعا نعمل تشيك كل شويه على الفلوريتر بالمينيت، على ان الروت اوف ادمنستريشن بتاعت الاكسجين تكون افكتيف، ونتاكد من كده. بعد كده عندنا ايه ممكن يحصل تاني؟ حاجه اسمها سيركيولاتوري ديبريشن، وده ممكن يحصل توقف في الدوره الدمويه او امبيرمنت، ضعف فيها بسبب الاكسجين ثيرابي. بلمونري اوكسجين توكسيسيتي، طبعا قلنا لو الاكسجين متاخد بتركيز عالي ممكن يعمل تسمم للرئه. بعد كده كونفولجن، طبعا التشنجات كمان حاجه من الحاجات اللي ممكن تحصل ككومبليكيشن من الاكسجين ثيرابي. هنتكلم كمان على حاجه اسمها اكسجين ثيرابي سيفتي بريكوشنز، ايه هي الاحتياطات المفروض ناخدها جنب اي مريض بيتعالج بالاكسجين ثيرابي سواء في البيت او في الهوسبيتال. اول حاجه نتكلم عليها، لو المريض كان بيتعالج بالاكسجين في البيت، ده بنقول for home oxygen use or when the facility permits smoking teach the family members and remotes to smoke only outside or in provided smoking rooms away from the client. يعني الكلام ده يعني لو في مريض عندنا في البيت بيتعالج باكسجين وفي حواليه وسيلة التدخين او المدخنين كتير، لازم نعلم او ندي education للفاميلي ممبر ان هم الاعضاء الاسرة بتوعه او الناس المقيمين معاه في بيته، ان ما ينفعش خلاص ان اي مريض ان اي فيزيتور زائر للمريض يدخن جنب الاكسجين. لازم لو اي حد محتاج يدخن بيدخن بعيد عن المكان اللي البيشنت بياخد فيه الاكسجين ثيرابي. تاني حاجة ان احنا كمان بنحط، طبعا لو هوسبيتال بنحط فيها علامات او الحاجة اللي هي الكاشونري ساينز اللي هي علامات التحذيرية اللي بنقول او بيكتب عليها نو سموكينج، دي بنحطها طبعا في المستشفى عشان اي حد بيدخن يبعد عن المكان دوت، عشان المكان ده فيه اكسجين ثيرابي. المفروض بنكتب كمان اكسجين ان يوز، ان في اكسجين مستخدم هنا،
وده بنحطه على الكلاينت دور، يعني على باب الاوضه اللي المريض فيها اللي بيتعالج بالاكسجين ثيرابي، على الفوت اور هيد اوف ذا بيد، طبعا على رجل السرير او راس السرير، وبنحطها كمان بجانب الاكسجين اكيومنت او جنب المعدات بتاعه الاكسجين، زي مثلا الاكسجين سلندر اللي هي انبوبه الاكسجين. كمان بنعمل انستراكت للكلاينت والفيزيتورز اباوت ذا هازارد اوف سموكينج ويز اكسجين يوز. مش بس بنقول لهم ما تدخنوش هنا، احنا كمان بنخليهم اوير او بنديهم معلومات عن خطورة ان هم لو دخنوا جنب الاكسجين ممكن يحصل ايه. بعد كده avoid materials that generate static electricity such as woolen blank cotton blanket should be used، يعني بنمنع كل الماتيريال او المواد اللي ممكن تسبب electricity، يعني ممكن تسبب مثلا اشعاعات او ممكن تسبب ان يحصل ماس بسبب وجودها جنب الاكسجين، زي الصوف اللي هي البلانكت اللي مصنوعه بالصوف او البطاطين اللي مصنوعه بالصوف. بس لازم نستعمل الحاجات القطن اللي هي اللي تكون بجانب الاكسجين. ايه تاني من البركوشن اللي ممكن نقول عليها ان هي ما ينفعش تكون جنب الاكسجين ثيرابي؟ ان احنا نمنع استخدام الفوليتال والفليمابل ماتيريال. يعني ايه؟ يعني المواد اللي هي بتبقى مشعه او المواد اللي بتساعد على الاشتعال، زي الاويلز، زي الكحول، زي الايثر، زي الاسيتون، الزيوت والكحوليات والاسيتون اللي هو بيستخدم فور بولش ريموفال اللي هو مزيل للمانيكير نير كلاينت ريسيفنج اوكسجين، ما تكونش خالص جنب المريض او تكون بعيدة عن المريض اللي بيستخدم الايه الاكسجين. بعد كده بنعمل جراوند الكتريك مونيتورنج اكيوبمنت ساكشن ماشينز اند بورتابل دايجنوستيك ماشين. يعني ايه؟ يعني بنخلي الحاجات او الادوات الاكيوبمنت اللي بنستخدمها مثلا عشان السكشن، او اللي بنستخدمها عشان دايجنوستيك ماشين زي الات السي تي والحاجات دي، دايما نخليها جراوند، نخليها على الارض علشان ما يحصلش اي الكتريسيتي بسببها في مكان يكون موجود فيه اكسجين. بعد كده عندنا حاجه اسمها تايب اوف اكسجين ثيرابي. ايه هي انواع الاكسجين ثيرابي او ايه هي الانواع اللي بنستخدمها في علاج الاكسجين؟ اول حاجه في نيزل كانولا، ودي طبعا هنشوف شكلها عامل ازاي قدام. تاني حاجه النيزل كاسيتر، وفيس ماسك، وفيس تنت، وترانس تراكيال اكسجين ديليفري، واكسجين تنت. دي انواع الاكسجين، وكل نوع منهم هنوضح هو شكله عامل ازاي. اول حاجه هنتكلم عليها دلوقتي هي النيزل كانولا. ايه الديفينيشن او يعني ايه نيزل كانولا؟ زي ما موجود في الصوره كده، هي عباره عن بلاستيك تيوب، هي عباره عن تيوب بتبقى مصنوعه من البلاستيك وذ تو سوفت بلاستيك تيب، بيكون فيها جزئين صغيرين كده بيكونوا سوفت، ودول بيتحطوا فين؟ بيتحطوا انزيرتد انتو ذا لور ماستيريال، يعني في اسفل الجزء بتاع النوز بتاع الانف. اتس ديليفري او هي بتعمل ديليفري ريلاتيفلي لو كونسنتريشن اوف اكسجين ويز او ويتش از 24% تو 45%، يعني بتدخل او بتعمل اكسجين كونسنتريشن بيبقى قليل، الكونسنتريشن بتاعها او بتاع الاكسجين اللي بتدخله ما بيكونش عالي، بيكون قليل، بيبقى حوالي من 24% ل 45% at flow rate of 2 to 6 liters per minute. والفلو لتر اللي هو بنعمل له ادجست من خلال الفلوميتر بيبقى من 2 ل 6 لتر في الدقيقه. احنا قلنا دلوقتي الديفينيشن او معنى كلمه نيزل كانولا، دلوقتي هنيجي لايه هي الاغراض او البوربسز اللي احنا بنستخدم بسببها النيزل كانولا، او مين الناس اللي بيبقوا اسهل او بالنسبه لهم النيزل كانولا هي الطريقه العلاجيه ليهم. عشان نعمل ريليف للديزنيا لو ناس عندهم صعوبه في التنفس، عشان نعمل ادمنستر لو كونسنتريشن اوف اكسجين بيشنت، يعني الناس اللي هما بيبقوا محتاجين يدخل لهم اكسجين بس تركيزه مش عالي، تركيزه قليل. كمان عشان نعمل الاو للان انترابتد سبلاي اوف اكسجين ديورنج اكتيفيتي لايك ايتينج درينكينج. يعني الكلام ده يعني عشان لو مريض مثلا محتاج انه او هيحتاج انه يكون متوصل طول الوقت بالاكسجين ثيرابي بس هيمارس حياته الطبيعيه عادي، دي وسيله كويسه، او النيزل كانولا بتبقى وسيله كويسه للناس اللي هي دي وما بتعملهمش انترابتد في الاكتيفيتي بتاعتهم طول اليوم، ممكن يبقوا متوصلين على النيزل كانولا وهم بيمارسوا كل انشطتهم اليوميه عادي. دلوقتي هنتكلم عن النوع التاني من انواع الاكسجين وهو النيزل كاسيتر. طب يعني ايه النيزل كاسيتر؟ هي كاسيتر او قسطره بتبقى مصنوعه من السوفت رابر، يعني من مطاط بيبقى لين كده، او بلاستيك او من البلاستيك، بتتدخل جوه النوز لحد الاوروفارينكس يعني لحد البلعوم، وشكلها زي ما هي في الصوره كده، هي بتبقى شبه الرايل. بعد كده تالت نوع عندنا اسمه الفيس ماسك. الفيس ماسك دوت لما البيشنت زي ما هو موجود في الصوره طبعا شكله كده، هو له اكتر من نوع هنتكلم عنهم. الفيس ماسك بيعمل كفر او بيغطي الكلاينت نوز اند ماوث، يعني بيغطي الانف والفم بتوع المريض، ويستخدم فور اكسجين انهاليشن، يعني عشان نستنشق بيه الاكسجين. الاكسهاليشن بورتس بيبقى فيه جزئين كده
بيبقى فيهم فتحات صغيرة في على جانبي الفيس ماسك، دول بيبقوا موجودين عشان يقلاوا اكسهيلد كربون دوكسيد اسكيب، عشان طبعا يخرجوا ثاني اكسيد الكربون علشان ما يحصلش البيشنت حاجة من الحاجات اللي احنا قلناها في الانديكيشن اللي اسمها كربون دوكسيد ريتنشن او احتباس لثاني اكسيد الكربون جوه البيشنت او جوه اللونج. فالفتحتين دول بيسهلوا عملية اخراج الايه ثاني اكسيد الكربون. هنتكلم دلوقتي على انواع الفيس ماسك. زي ما اتفقنا الفيس ماسك ده له اكتر من نوع. اول نوع فيهم اسمه سيمبل فيس ماسك. السيمبل فيس ماسك زي ما شفناه في الصوره اللي كانت قبل كده، ده بيعمل ديليفر للاكسجين كونسنتريشن فروم 40 تو 60 ات لتر فلو اوف 5 تو 8 لتر بير مينيت، يعني بيدخل الاكسجين للمريض تركيزه بيكون حوالي من 40 ل 60%، واللتر فلو اللي احنا بنظبطه على الفلو ميتر بيكون من 5 ل 8 لتر بير مينيت. تاني نوع اسمه بارشال ريبيسر ماسك، وده بيعمل ديليفري للاكسجين كونسنتريشن من 60 تو 90 ات لتر فلو اوف 6 تو 10 لتر بير مينيت، يعني بيدخل اكسجين تركيزه بيكون من 60 ل 90%، والفلو لتر بتاعه بيكون من 6 ل 10 لتر بير مينيت. تاني نوعين او النوع التالت والرابع عندنا اللي فاضلين من الفيس ماسك هو النون ريبيسر ماسك، وده بيعمل ديليفري للهايست اكسجين كونسنتريشن اوف 95 تو 100%، يعني بيدخل الاكسجين للمريض يكون التركيز بتاعه عالي بيوصل تقريبا لحوالي 95 ل 100%، واللتر فلو بير مينيت بتاعه بيبقى من 10 ل 15 لتر في الدقيقه. طيب الميجر دروباك يعني العائق الكبير في الوسيله دي من الفيس ماسك او في النوع ده من الفيس ماسك ان هو بيبقى معمول له تايتل سيلد اون ذا فيس، يعني بيبقى محكوم قوي على الفيس بتاع المريض، ودي بتبقى حاجه مش كومفورتابل بالنسبه للمريض، مش مريحه ليه، وكمان بيزود الريسك فور سي او تو ريتنشن، يعني بيزود حدوث او احتماليه حدوث احتباس ثاني اكسيد الكربون جوه اللنج. اخر نوع بقى في الانواع الفيس ماسك هو البنترو ماسك، وده بيعمل دليفري الاكسجين كونسنتريشن فارينج فروم، يعني تركيز الاكسجين بيبقى مختلف ما بين 24% ل 40% او 50% لتر فولو. اللتر فولو بقى بتاعه بيبقى من 4 ل 10 لتر بير مينيت، وده هو له اجزاء كده او بورتس، الاجزاء دي بتبقى مختلفه وعلى اساسها بيتحدد الاكسجين كونسنتريشن. دي كده انواع او انواع السيمبل الفيس ماسك اللي هو سيمبل فيس ماسك وريبريسر ماسك ونون ريبريسر ماسك وفنترو ماسك. بعد كده عندنا النوع الرابع من انواع الاكسجين ثيرابي هو الفيس تنت. احنا اتكلمنا على النيزل كانولا والنيزل كاسيتر، واتكلمنا كمان على الفيس ماسك. ده رابع نوع بقى عندنا هو الفيس تنت. It can replace oxygen mask when masks are poorly tolerated by client. ممكن نستخدم النوع دوت من الماسكات او نستخدمه يعني في الحالات ان المرضى فيها ما بيقدروش يتحكموا او يتحملوا السيمبل فيس ماسك او الانواع الفيس ماسك، فبنستخدمه الطريقة دي كطريقة بديلة، لان هي او شكله زي ما انتم شايفين في الصورة كده هو بيسمح للمريض او بيبقى كمفورتابل ليه، لانه مش بيبقى معمول له طاي قوي على وش المريض. طيب بيدي بقى كونسنتريشن او تركيز من الاكسجين قد ايه؟ تقريبا حوالي 30 ل 50%، والفولو لتر بير مينت بتاعه بيبقى من 4 ل 8 لتر بير مينت. الطريقه الخامسه عندنا فور اكسجين ثيرابي او دليفري هي ترانس تراكيال اكسجين دليفري، ودي طريقه بيكون المريض او بنسمي المرضى اللي متركب لهم الترانس تراكيال اكسجين دليفري دول هم اكسجين ديبندنت كلاينت او بيشنت، يعني مرضى بيعتمدوا بطريقه كبيره على الاكسجين. طبعا المرضى دول الاكسجين اللي بيدخل لهم بيبقى ليس اكسجين او ريكوير ليس اكسجين تابليه، لان هو بيبقى داخل دايركت على التراكيه، فاحنا مش محتاجين نسبه كبيره قوي من الاكسجين لانه هو بيبقى داخل دايركت. طيب بيبقى الفلو لتر بير مينيت بيبقى قد ايه؟ بيبقى من 5 من 10 ل 2 لتر بير مينيت. ليه بقى؟ لانه كل الاكسجين ديليفري انتر تو ذا لانج زي ما انا قلت لكم بالظبط، بيبقى دايركت على التراكيا تو لانج، يعني بيبقى شويه مباشر او بيدخل على طول على اللانج، فاحنا مش محتاجين نسبه عاليه من الاكسجين. اخر نوع من انواع الاكسجين ثيرابي هو الاكسجين تنت. طب ايه الاكسجين تنت ده؟ دي عباره عن بروسيس اوف بروفايدنج اكسجين باي مين اوف تنت، يعني هي عمليه بندخل فيها الاكسجين للمريض باي مين اوف تنت، دي يعني هي بتبقى عامله شبه الخيمه كده. طيب يوجوالي فور انفانت واتش جيف ماكسيمم كومفورت اند موست ساتسفاكتوري ريزلت. طبعا الاكسجين تنت ده في المعظم او في الاغلبيه بنستخدمه مع الاطفال حديث الولاده، لان هو بيبقى عامل شكل الخيمه او مغطي كل تقريبا البادي بتاع الانفانت او البيبي، وده بيبقى حاجه طبعا كومفورتابل ليهم او حاجه بتخليهم مرتاحين اكتر وبيتحركوا براحتهم، كمان بتدي يعني ريزلت او نتائج مرضيه جدا في ان البيشنت او الانفانت ده بيتحسن او التنفس بتاعه بيتحسن، لان الطفل طبعا بيتحرك كتير، فالنزل كاونة او الوسائل اللي احنا اتكلمنا عليها ممكن يخلعها وممكن تقع من على وشه فما تبقاش افكتيف. اما الاكسجين تنت بالنسبه للانفانت هو طريقه بتدي ريزلت كويسه جدا، وكمان هي مريحه للاطفال.
وده كده الجزء النظري في محاضرة الأكسجين ثيرابي، وإن شاء الله هتشوفوا الجزء العملي بنطبقه إزاي في الفيديوهات التانية. شكرا.